بنرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقرتنا في صباح الخير يا مصر. وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا في الاستوديو فاطمة، عايزين نعرف منك أخبار الطقس. اهلا بيكي مره ثانيه بسنت واحمد، واهلا بالساده المشاهدين. طبعا هنطمن الساده المشاهدين على حاله الطقس، لكن بالتفصيل دلوقتي حالا هيئه الارصاد الجويه بتتوقع النهارده ان الطقس هيكون شديد الحراره، رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشماليه، شديد الحراره رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ارتفاع نسبه الرطوبه وده هيزيد درجه الحراره المحسوسه عن المتوقعه بقيمه هتتراوح بين درجتين واربع درجات عن حاله الطقس. بقى بالليل هيسود طقس معتدل رطب على القاهره الكبرى وباقي الانحاء، خصوصا ان النهارده كان في شبوره مائيه خفيفه صباحا على الطرق المؤديه الى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، ونشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والسواحل الغربيه وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. وفي القاهره دائما البداية العظمى 39، الصغرى 26، اسكندريه العظمى 33، الصغرى 24، مطروح 31، 22، سيوة 38، 23، بورسعيد 34، 25، دمياط 34، 25، إسماعيلية 39، 25، السويس 39، 25، العريش 35، 25، طابة 37، 24، كاترين 33، 19، شرم الشيخ 41، 28، الغردقة 40، 28، الفيوم 39، 24، بني سويف 39، 25، المنيا 40، 25، أسيوط 41، 26، سوهاج 42، 26، قنا 43، 27، الأقصر 43، 27، أسوان 44، 28، الوادي الجديد 42، 27، شلاتين 38، 27، حلايب 36، 27. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. خلينا نرجع مرة تانية لأحمد وفسنت لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي فاطمة. خلي نشكرك فاطمة.